المحاضرة الثالثة من كانفا اللي كل الناس مستنياها، المحاضرة دي هنتكلم فيها عن تصميم الريلز، وكمان هنتكلم فيها عن اللوجوز وكام حاجة بسيطة كده. بس قبل ما نبدأ ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو ده عشان عايزين نوصله لألفين لايك بس. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين هندخل على كانفا وهندخل على انستجرام ريل، بنكتبها هنا في السيرش وبتطلع لي الصفحة دي. خلينا نفتح صفحة فاضية خالص علشان نصمم عليها التصميم من الصفر. انا دلوقتي عايز ان انا مثلا احط فيديو والفيديو ده اكتب عليه تكست، فهقدر ان انا ادخل على فيديو من هنا واشوف اي فيديو انا عايزه. ممكن مثلا اختار فيديو مثلا حد بيمشي زي كده، بشده كده وبعد كده ادوس على الفيديو مرتين واسحبه علشان اخلي الشخص في نص الفيديو، وكده الفيديو بيبقى شغال مفهوش مشكلة. النقطة اللي بعد كده ان انا ادخل اشوف هنا المساحة او الفيديو كام ثانية، فممكن اخلي الفيديو مثلا 5 ثواني. بعد ما اخلي الفيديو من هنا 5 ثواني اقدر ان انا ادوس مثلا فليب، اخليه يمين شمال، اخليه فوق تحت من هنا، وكمان اقدر ان انا اغير الالوان. بس الفيديو ده بعد ما نزله كده هدوس على مثلا تكست، وهدوس على تكست عايز اجيبه مثلا عشان يتحرك. فممكن اكتب هنا ايه بس مثلا good morning، تمام. بعد كده ممكن اسحب دي للاخر كده واصغرها، وبعد كده ممكن ادوس على animation اخليها تتغير هنا، اقدر اغير شكلها. فماشي، فانا ممكن اعمل بعد كده على مورنينج لوحدها بقى، وبعد كده ادخل على انيميشن وبرضو اغيرها كده، تمام. فانا ممكن بعد كده العب مع الفيديو فالفيديو يبقى كده. فانا كده خدت ايه؟ خدت فيديو كتبت عليه كتابة وعملت عليها انيميشن. طبعا دي ابسط حاجة ودي للشخص اللي لسه مبتدئ. طبعا ممكن امسح دي، ممكن اعمل هيدلاين، تمام، اكتب today is a good day مثلا، تمام. ممكن اخليها كده اكبرها كده وبعد كده اصغرها واخليها هنا، اخليها بولد، تمام. اختار خط من هنا يكون خط كبير شوية زي ده، تمام، اخليها كده. وبعد كده ممكن ان انا اعمل لها انيميشن زي كده او كده، تمام. فبجيبها هنا في النص، اغير لونها مثلا من هنا اخليه ابيض، تمام. فممكن تبقى بالابيض كده، ممكن تبقى بالاسود، ممكن تكون باي لون انا محتاجه. طبعا انتوا عارفين ان انا في كانفا اتكلمت في الجزء الاول والتاني عن اني انا عندي خطوط كتير جدا في كانفا وعندي بالعربي، تمام. فانا ممكن اكتب ده بالعربي، اليوم يوم جميل مثلا، تمام. فانا هدوس كده، بعد ما ادوس كده عليها هكبرها شوية كده من هنا، بفضل ادوس على الزائد دي، وبدخل هنا اكتب Arabic كده مثلا، وادوس كده مثلا اكبرها، فده يبقى الكتابة. وممكن الكتابة تدخل من اليمين للشمال، فادوس كده وادوس animation واخليها كده من اليمين للشمال، فممكن الشخص ده يجي كده فالكلام يجي كده. وده ابسط حاجة ممكن اعملها على كانفا. الخطوة اللي بعد كده ان انا ادخل اشوف تصاميم واحاول ان انا اعمل زيها، وده اول حاجة في اول خطوة، خلينا نقول في خطوة الاحتراف، ان انا اكتب هنا مثلا انستجرام ريلز، ادخل هنا على ثالث واحدة، اختار من حاجة من دول انا عايز اعملها، تمام. فخلينا نبص على حاجة مثلا من الحاجات دي، اوكي. طبعا الحاجات دي سهلة جدا، انا عايز اشوف حاجة صعبة شوية مثلا. مثلا ده الفيديو ده، انا عايز اشوف الفيديو ده اتعمل ازاي، خلاص. فانا الفيديو ده هشوف ايه اللايرز اللي فيه. فانا مثلا عندي اللاير الاخضر ده والكتابة اللي عليه، اللاير ده والكتابة اللي عليه، واللاير ده. فخلينا يا جماعة نعمل مثلا، نمسح اللاير الاولاني ده، نعمله الاول hello I'm Jake. طيب ايه اللي احنا محتاجينه في اللاير ده؟ محتاجين اول حاجة الشيب ده بالظبط كده. فالشيب ده بنخليه كده ونعمله كده، وبعد كده نصغره على قد المساحة بتاعت ده مثلا، بصغره المساحة بالظبط كده، وممكن اجيبه كده.
طبعا ده لو هو الكيرف بتاعه كده، بس هم مثلا عاملين ان الكيرف بتاعه اقل من الكيرف اللي انا ماسكه دلوقتي، فممكن اختار من الحاجات دي كلها. عندي ده كمان ممكن ان انا اختاره كده ويبقى قد المقاس ده كده، تمام. وبعد كده ادوس هنا على اللون، عايزه يبقى نفس اللون. طبعا اللون عندي هو، بس خلينا نعتبر ان اللون مش عندي، فادخل هنا ادوس على دي واختار اللون ده فتتحول لنفس اللون. طيب عايزين نكتب هلو اي ام جيك، طيب هنعمل ايه؟ هندوس على تكست وبعد كده ندوس على هيدنج هنا مثلا، وبعد كده نكتب هلو، وبعد كده الداش اللي تحت دي اي ام جيك، وبعد كده علامة التعجب دي. خلاص هنصغرها كتير خالص كده، وبعد كده نخليها على قد مساحة المربع اللي انا عامله. لازم الموضوع ده يا جماعة مهم جدا، ان انا اخليها على قد المساحة علشان ما تطلعش بره، تمام. بعد كده صغرها شوية، وبعد كده اخلي اللون الكتابة من الايه هنا، ادوس على هنا وبعد كده ادوس هنا، وبعد كده ادوس على الكلمة اللي انا عايزها نفس اللون، فهتبقى نفس اللون، فهنا يعتبر هي هي. اوكي طبعا انا لو انا عايز اغير الخط بدوس هنا بختار اي خط انا عايزه، زي كده مثلا، زي كده، زي كده، تمام. ممكن اختار كده واصغره على الاخر، وبعد كده ادوس مثلا هنا اخليه شفاف شوية ويبقى المنظر كده. طيب ده اول حاجة. تاني حاجة هنا مثلا المربع ده اتعمل ازاي والخط، فزي ما بقول لكم ممكن ادخل من هنا، تمام، اختار كده، اختار حاجة زي دي كده، وبعد كده اعملها كده تبقى نفس المساحة، وادوس على اللون هنا اخليه نفس اللون من هنا واختار هنا. بعد كده عايز اكتب كتابة، تمام، فممكن اسحب من دي كده، ممكن اسحبها تحت او بلاش اسحبها، ممكن اعمل الموضوع من الاول خالص، يعني ممكن امسحها كده، وبعد كده ادخل على تكست اد هيدنجز، بعد كده هيد وسبيس ديزاينر. اوكي طيب خلصت الديزاين كده، بروح اعمله كده وراح اخده للاخر كده، وبعد كده غيره للديزاين ده، للاسم ده اللي هو سيرجيو تريندي اللي هم مستعملينه، واخليه يكتب من الشمال. وبعد كده الخطوه اللي بعد كده اخليه نفس اللون، فادوس هنا على الزائد، ادوس هنا، وبعد كده ادوس على اللون ده فبقى زيه بالظبط. طبعا هو اصغر مني شويه فهضطر ان اكبره شويه، تمام، وبس، وهو دي النتيجه. طيب عايز اقلل السبيسز، يعني لو تتخيلوا هنا شايفين المساحه ما بين هنا وهنا والمساحه ما بين هنا وهنا مختلفه، فانا عايز اخليها هي هي، فبدوس على دي، بعد كده ادوس هنا، بعد كده اللاين سبيس انزلها كده، وبعد كده اكبر الخط اكبر من كده لحد ما يبقى زي التاني بالظبط، تمام. طيب انا خلصت ده بنفسي وده بنفسي، وخلصنا ده برضو، بسحبه لفوق كده، وهنا نخليها مثلا 100% ونرجعها زي ما كانت اللي هو اللايت ده، تمام. وبعد كده عايز اكتب ده، سهل جدا برضو، هندخل هنا at Arles Sweets، تمام، وبعد كده هنخليها نفس اللون اول حاجة، وممكن نخليها نفس الفورمات، ادوس هنا وادوس على الكلمة اللي هي اكنك بتبيض دي، وبعد كده ادوسها هنا فهتبقى هي هي. فكده انا خلصت ديزاين وتعلمت الديزاين من الديزاين اللي اوريدي موجود في التيمبلت. فانا ممكن يا جماعة اتعلم بالطريقة دي، ادخل اشوف الديزاينز واتعلم عليها، تمام. ندخل على ديزاين تاني، نكتب برضو انستجرام ريل، وبعد كده ندخل نشوف الديزاينز التانية. ففي ديزاينز كتير جدا هنا ممكن ان انا اخدها، يعني مثلا ديزاين الموبايل، في ناس كتير جدا عايزة ان هي تصمم كوتس وشعر وحاجات كده، فممكن ان انا ادخل هنا، ده مثلا تصميم. اول حاجة هم جابوا موبايل، فلازم اشوف التصميم بيتكون من ايه، تمام. فخلينا نعمل التصميم اللي هم عاملينه من الصفر دلوقتي، في موبايل فيه، فهدخل هنا في الاليمنتس، هكتب هنا ايفون، تمام، بعد كده اخد تيمبلت من هنا، تمام. التيمبلتس دي او الاليمنتس دي مش فيها صورة من جوه، فهضطر انزل اشوف في الفريمز، تمام، انزل هنا هلاقي فريم ايفون اهو جاهز زي ما هو، باخده واكبره على الاخر كده، تمام،
وبعد كده الخطوة اللي بعديها الباك جراوند اللي جوه، تمام؟ فأنا هدخل هنا هجيب باك جراوند، فالباك جراوند دي بدخل مثلا هكتب ايه؟ ماونتنز. ماونتنز اوكي. الماونتنز دي هما مستخدمينها في الصورة، فهقدر ادخل اعمل كده مثلا، هدوس هنا وبعد كده اسحب دي هنا، تمام؟ دي اول خطوة. بعد كده هما حاطين مربع وجواه كلام والتاريخ، فانا اقدر ادخل هنا هختار المربع ده واعمله كده، تمام؟ وهنا كاتبين مثلا my business still new do I really need to have brand to replace مثلا، فهكتب هنا مثلا my brand still new do I need to مثلا replace my brand identity، تمام؟ وبعد كده صغرها على الاخر، اخدها في النص هنا بصغرها، صغرها اخليها على قد المساحة دي عشان الكلام ما يطلعش بره، تمام؟ وبعد كده اخلي اللون ابيض واكبره مثلا شوية، وبعدين اصغر المربع ده ويبقى هنا، وممكن اخلي الكلام من الشمال لليمين. فكده مثلا انا كتبت، هما كاتبينه اصغر من كده بكتير، فانا ممكن ان انا ادوس هنا بس، وفي خطوة تالتة اسحب من دي كوبي احط بيست هنا، وبعد كده اكتب التاريخ اللي هما كاتبينه اللي هو 10 مثلا 0، تمام؟ اسحبه كده واحطه هنا، تمام؟ هو اصغر من كده بكتير، فانا بدوس هنا وبحطه هنا. طيب التصميم اتعمل بنسبة 100%، نفس اللي هم عملوه بالظبط انا عملته، تمام؟ فانا برضو اقدر ادخل واشوف التصاميم كلها، فانا عملت التصميم من الصفر زيهم بالظبط. ممكن بقى اخلي الحاجات تنزل بترانزيشن، فادوس كده وادوس كده، ادوس ده مثلا كده، تمام؟ والموبايل ده مثلا اخليه يجي كده، ودي اخليها نفس الكلام زي دي، ادوس كده وادوس كده، تمام؟ فانا ممكن ان انا ادوس كده مثلا، لا دي مثلا بتتحرك فبلاش احركها علشان هي هتتحرك اللي وراها هيروح، فممكن ان انا كده، تمام؟ ادوس هنا على التصميم واشوف كده. طيب هنا انا صممت ريل على موبايل وعملت نفس اللي هم عملوه بالظبط بخطوات سهلة جدا. دلوقتي ممكن نتكلم بقى على اللوجوز، تمام؟ اللوجوز ممكن نتكلم عليها مثلا من هنا، هدخل اكتب لوجو وبعد كده هكتب start design a custom logo، هدخل هنا الاقي لوجوز كتير، اقدر اعمل حاجات كتير جدا يا جماعة. يعني مثلا ادخل اشوف لوجو، اتعلم اللوجو ده اتعمل ازاي. فشايفين اللوجو زي ده، انا هعمله لكم بالظبط برضو. هو عبارة عن M, C و Mary Creative. فأنا هدخل هنا أشيل كل ده من غير ما أعرف أي حاجة، هدخل هنا أختار خط، هكتب هنا M وأكبرها كتير، هتعلم بالظبط من اللي هم عاملينه M، وبعد كده أخد منها كوبي C، طبعا يا جماعة وانتوا بتشوفوا اكتبوا اي حاجة. يعني انا مثلا جبت ام، فانا مش عارف الخط هو اسمه The Season، فانا ممكن ادخل كده اعمله The Season وادخل كده واعمله The Season، فانا كده جبت الايه الام والسي. الخطوة اللي بعديها ان انا اعمل فراغ ما بين الام والسي عشان اعرف اكتب الكتابة، فهقدر ادخل اعمل هنا، تمام؟ وهقدر ادخل اعمل كده وادخل اعمل كده واكبرها كده شوية، واخلي دي نفس اللون، او لا مش من هنا، هدخل من هنا اخليها نفس اللون بتاع الباك جراوند اللي ورا الام. فانا لو عملت كده هنا وعملت كده اللي ورا، فكده قطع الام مع السي، فانا لو مهما نزلت الام مش هيحصل حاجة، هتلاقوا الدنيا مظبوطة. وهدخل هنا اكتب، تمام؟ اكبرها شويه، شايفين هيشيل منها كتبوا ايه ميري كرييتيف، فهدخل برضو
اشيل من هنا انزل كده اكتب بقى ايه ماري كرييتيف اوكي وبعد كده ادوس ات اول زي كده واصغر على الاخر فخليها مثلا 20 تمام واخد دي التصميم ده كده طبعا هو هنا مش ظاهر فهدوس على بوزيشن وبعد كده ادوس فورورد فورورد يعني اطلعه لفوق وادوس كده واكبره شويه فالتصميم اهو او اهو واحد تمام طبعا اخلي دي هنا واخلي دي هنا تمام فهو ده التصميم بتاعي ممكن اعدل فيه ممكن اخلي السي هنا ممكن اعمل اي حاجه ممكن اخلي التصميم مثلا فوق هنا خالص ميري كرييتيف والتصميم كده فاخليني مثلا كده فممكن اعمل اي حاجه المهم ان انا ابقى عارف التصميم ده بيتعمل ازاي وطبعا اقدر اضيف اي حاجه عليه من هنا من الاليمنتس ممكن ادوس مثلا ستار ادوس اي حاجه عليه طبعا انا اقدر ان انا اغذي بصري فانا بغذي بصري يعني ايه ان انا اشوف تصاميم كتير علشان اقدر اشوف التصاميم اقدر اضيف لها ايه طبعا التصميم ده سهل خلصناه بمسحه كده كله وبقدر اشوف تصميم تاني الناس دي عملته ازاي ففي تصاميم كتير سهلة اصلا يعني مثلا ده طبعا سهل جدا اللي هو بلاك ده انا عايز الاقي تصميم صعب شوية اللي هو يتعمل من الصفر مثلا تمام يعني عندنا خلينا نختار تصميم من التصاميم دي مثلا هنا في التصميم اللي هو جي اس ده مثلا تمام الجي اس ده ما انتوا شايفين جي وجواها اس شايفين المنظر وهم عاملين كل لير لوحده فانا برضو هدخل اقدر ان انا اجيب امسح كل ده امسحهم وبعد كده ادخل ان انا اعمل كده جي وبعد كده اعملها نفس الخط اللي هو ده بلاي بدوس عليها واعملها كده اهو موضوع بسيط جدا وعايز اس فهعمل كده وادوس اس اوكي اها زي ما احنا متعودنا هنجيب الاس الاول عشان هي اللي ورا موضوع زي بصوا زي الحلاوة بسيط جدا هدوس كده هدوس على الاليمنتس بعد كده ادوس على ده اخليه بسيط كده عشان اعمل فراغ في الاس انزله لتحت وبعد كده ادوس على هنا وادوس هنا وبعد كده اخليه نفس الفراغ اللي ورا وببساطة اقدر ان انا اجيب الجي في الاس وده يا جماعة التصاميم بكل بساطة ممكن نتكلم على حاجات كتير جدا في كانفا ممكن نتكلم على التصاميم انا صممتها ازاي مثلا يعني انا لما بدأت على كانفا كنت بصمم التصاميم دي فاغلبكم سألتوني على الانستجرام انا ازاي صممت التصاميم دي فاخدين انا جبت ده مثلا من على الانترنت من مواقع كتير ممكن اجيبها زي فري باك زي موقع كتير جدا ادخلوا بس دوروا في فري باك هتلاقوا الصوره دي انا جبتها من فري باك بعد كده بكتب لاير لاير افضل لوحده سبعه لوحدها مسلسلات لوحدها الخط اللي انا استعملته اللي هو مدني ارابيك هنا استعملت مدني ارابيك برضو جبت دي اسمها سيف فهدخل اكتب هنا سيف فهقدر الاقيها والسهم ده كتبت ارو فلقيته واقدر ان انا اختار اسهم كتير جدا وفي هنا الباك جراوند الحمراء دي جبتها ازاي جبتها من هنا بالظبط بدخل اكتب نيون تمام وهقدر اكتب في الجرافيكس هنا وهنزل واشوف النيون ده فين افضل ادور عليه وهنا مثلا في اضاءه ممكن انا انور على وشها كده او انور على اي حاجه وامسح دي برضو انزل تحت مثلا ممكن انا الاقي خط زي ده نيون فممكن اعمل كده بصوا ينور من تحت ازاي بينور ممكن امسحه برضو اختار اي خط انا عايزه ممكن ده مثلا تمام بس ده ما بينورش فده سيبه انا ببقى عايز الخط اللي ينور علشان يعمل لمسة حلوة في الديزاين يعني ده مثلا كان من شوية فيه ابيض منه بس اهو بصوا بينور الديزاين ازاي اهو شايفين المنظر ده الفرق ممكن اعمل على البنت كده فيبان ان البنت لوحدها منورة والديزاين كله مش منور فيبان ان الديزاين من الفيوتشر فدي حاجات يا جماعة بتجذب الناس ان هي تدخل تشوف الديزاين بتاعك وبعدين الديزاين اصلا بتاعك بيبقى قيمته اعلى لما بيبقى فيه التاتشات القليلة دي يا رب تكونوا استفدتم الفيديو ده ان شاء الله في لسه الحلقة الرابعة من كانفا وهنتكلم فيها عن حاجات كتير جدا في كانفا كانفا يا جماعة زي البحر في حاجات كتير وكل يوم بيطوروا منه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للفيديو ده لو
استفدتوا منه وعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك علشان تدعمونا ان احنا نظهر لناس اكتر واكتر. اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامه.